11 عام وانا خدام مع واحد الجمعيه اخويا منير. فاش نحتاجو فاش احتاجيتهم ما لقيتهمش معايا اخويا منير، فاش احتاجيتهم ما لقيتهمش معايا. تصور خدام دوزت معاهم شي ثلاثه ديال التحضيريات، ثلاثه ديال التدريب الشبيبه والرياضه، ما عندي لا لاكارت ديالي لا والو. خدام معاهم صابر رغم كذلك بحب الميدان، صابر خدام معاهم وصابر ما عندي ما ندير. وخويا منير بانوا لي استغلاليين، فاش تبغي تخدم معاهم ولا شي حاجه على النصيب والو ما كاينش. بزاف د الحوايج اخويا منير، انا خدام معاهم ضحي على الطومين، عندي في الطومين، عارفيني الناس، عارفيني بزاف، كلشي فيا، كلشي، منشط تربوي، اطار، رئيس جماعه، بزاف د الحوايج كندير انا في المخيم. الدور ديالي كاين، الحضور ديالي كاين. خويا منير ما لقيتش ليه يساعدنا هنايا في هاد المدينه، مكناش والو، واخا سعاده العامل موفر لهم كل شيء وكيكذبوا، خدامين وكيكذبوا. الشباب ضايع، الشباب انا عندي جروب ديالي ديال لاليماسيون ما لقيتش ليه يعاوني، عندي جروب ديالي ديال الدراري ديال الموسيقى، عندي فرقه د كره ما كاينش ليه يعاوننا، عندي فرقه د كره وعندي بزاف د الحوايج، ما كاينش ليه يعاونك والو في مدينه مكناش ما كاينش. كل تيقول لك هما الصالح العام وهما كيخدموا الصالح المال، وحنا اللي رؤساء الجمعيه كاملين، حنا اللي كنخدموا الصالح العام اخويا منير، هاي حنا هما كيضربوا على جيبهم، هما تيضربوا الصالح المادي، وحنا عندنا الصالح العمل الجمعوي، ما بقاش العمل الجمعوي اخويا منير. انا علاش عيطت لكم؟ صافي اضطريت نسحب من العمل الجمعوي، وبقى فيا الحال، بقى فيا الحال بزاف، بقى فيا الحال بزاف اخويا منير، هذا الشيء علاش عيطت لك باش نقول لك اللي في قلبي، باش انا نتمنى الميساج ديالي يوصل لشي مسؤول، مسؤول تيعرف العمل الجمعوي. اخويا منير انا دابا تتشوف الخدمه ما كايناش، انا عندي خدمتي ما وقفتش عليهم، كندير الكونفيكسيون وقف الوقوف على الله سبحانه وتعالى، ما عمري ما قلت لهم ما عمري ما والو. واني فاش احتاجيتهم على واحد الحاجه غراتوي ما موقفوش معايا، صافي اضطريت بانني نهضر، بقات فيا ما وقفت عليهم على واحد الحاجه بسيطه، على واحد المبلغ بسيط، فهمتي ولا لا خويا منير؟ على واحد المبلغ بسيط، ماشي شي حاجه يسمعوا بنادم يقول شي حاجه، وعارفين العمل الجمعوي، وعارفين العمل الجمعوي عمل تطوعي ياك، وقفت عليهم واحد المبلغ بسيط، انا ما بغيتش ندخل لهم بالتفاصيل باش من وقفت عليهم في واحد 16000 ريال بغيتها باش نقاد الامور ديالي، نعاون الفرقه ديالي، الدراري ندير بها حويجات ديال لاليماسيون، نشري نخدم، ما بغاوش يعطيوها لي خويا منير. وتنشوفو ميم الصالح ديالهم، صافي انا اضطريت بقات فيا، بقى فيا الحال. ايوا خويا منير اش دير؟ 11 عام الخدمة دار معاهم المخيمات، وراك عارف الأتعاب ديال العمل الجمعوي في المخيمات، تيكون عندك 150 طفل راه صعيب، تيقولها لهم 150 طفل باش تقابلو راه ما كايناش، تيكون مني منشط تربوي، مني رئيس جماعة، ومني إطار. شوف شحال من حاجه. رسالتي اخويا منير انا باغي شي مسؤول اللي كيعرف الدومين يشوف انا المنحه راه كيشدوها كيستغلوها هما، ما تيعاونوش بها الشباب، حنا ما باغينش هذيك المنحه، حنا باغينهم يوقفوا معانا ونخدموا الدومين. هذا الشيء اللي سارتي لشي مسؤول يشوف لنا الحل، هذا الشيء هذا اخويا منير لمدينه مكناس بزاف.